الوضع السياحي في بلادنا، وانت باعتبارك معناتها كانت عندك تجربة في دومين السياحة قلت لمدة 5 سنوات، اعطينا تقييمك للوضع السياحي في بلادنا. السياحة كانت في تونس سياحة سياحة فهمني، وانا خدمت مع من عام 72 نخدم انا في السياحة، وكانت الوتلة معبية، وكنت نخدم مع واحد اللي هو بدع السياحة، هم بدعوها سواحلية وقراوة ومن حمامات ومن تونس، وبالأخص ثم واحد هو اللي فريمون جاب الألمان والإنجليز والسبانيور، هين عم جابهم من تونس، هذا يقولوا له عزيز ميلاد، هذا عزيز ميلاد ما أحسن ما ثم، سان طيب وسان ولا وسيرفيسو امبيكابل، عنده وتلة بارك الله، عنده وتلة، عنده شيء، عنده فينيسيا وعنده سحرابيتش وعنده حسيل وحكايه شيء 6 وتلة. يعني انت من 1972 وانت في دومين السياحه. انا دومين السياحه. الوقت ايش؟ خرجت وعندي 15 سنه، خذيت الروتريت وكنا قبل السواح ما يموتوا على تونس، نهزوهم التوزر، نعملوا العشاء في عنق الجمل فهمت، وركبوهم على الاندروفر ونعملوا لهم الكرارس. ما زالت الحاجات هذه توا ماهيش برشا خاطر السواح. شنو اللي تبدل؟ علاش انت قلت قبل كان وثم سواح، علاش ما عادش فما سواح؟ على خاطر كانت الناس المسؤولين على السياح كانوا مسؤولين جدعان فهمتني، برشا محمد ادريس ثم برشا اللي شادين الوتله هذوما السيدي توفوا ماتوا، عزيز ميلاد الله يرحمه توفى، محمد دريس توفى، سيراوف هذا سيراوف جربي، سيراوف هذا عنده في الحمامات عزيزة وعنده ميديتيراني فهمتني، حسيلو شو أقول لك، كانت الوتلة كومبلي شتاء ولا صيف وجميع بروبليم جميع ومحبوبين ياسر، محبوبين بالقدا. اعطينا واقع السياحة في تونس اليوم كيفاش؟ اليوم والله اليوم تطور راها ما زالت ماشي واضحة، خاطر توا داكوردو ثم الكروازيير هذا يجي من برد حق الواد ويجيو يعملوا فيزيت شوية هنا شوية في باردو شوية يمشيوا للسوق بعد يروحوا، حاب يقول كيما يجيو كيما هاو كيما توا هذوما هاو توا الشركة هذه جاي هاكا جاي السواح بعد الأول يجيبوهم يحبسوا بيهم شوية يعملوا دورة في السوق ثم اللي يشريوا الزربية وكذا وبعد يروحوا فهمني. اما توا نوعية السياح اللي يجونا كيفاش؟ نوعية السياح كانت يجيو برشا، كانت الألمان الإنجليز الفرنسيس الإسبانيور الأتراك التلاين، كان كومبلي ما دماش من عز البلاد. تصور انت احنا كنا غير خيم المغرب والله خيم المغرب، كل شيء عندنا كل شيء، واليوم ولات المغرب خير منا على خاطر علاش مالي سياحة توفوا فهمتي، اش نقول لك انا تطور ان شاء الله السنه
ان شاء الله ان شاء الله شنو الحق نتاع ربي، هو الرئيس هذايا قايم بواجبه مع السياحه ومع الرياضه ومع بالقدا بالقدا، يعني قاعد يخدم على روحه، قاعد يخدم على روحه بالقدا بالقدا زاد بالقدا بالقدا، فهمني. ولهذا برشا ناس يقولوا ليه ما يعرفش، ليه ما يدري شنو، ليه هكا، ليه والله هذا الله غلب عليه. لا لا يا سيدي، هذا سيدي رجال، والله سيدي رجال وراجل، وراجل بالكماليه، فهمني. انت تبارك الله قداش عمرك؟ انا توا انا مولود عام 45. تبارك الله. باهي، دونك وكبت معناتها الحقبات التاريخيه، نحكيو على عهد بورقيبه، نحكيو على بن علي وما بعد الثوره، الى معناتها الرئيس الحالي، شكون احسن رئيس بالنسبه لك؟ انا احسن رئيس هو بورقيبه، وبعده يجي بن علي، وبعده يجي سي قيس سعيد. رغم قيس سعيد ما خدمش السياحه، ما خدمش، لكن عنده ثقافة باهية. أي نعم، إنسان باهي الحق نتاع ربي. أما عندك بورقيبة هو ممو، الله يرحمه وينعمه، مستيري من ابن المستير، فهمني. وعندك عندك بن علي، ما أقوله بن علي خبز وماء، وبن علي اليوم ولا سي بن علي ولا ماله، شنو علوش، شنو كبش بزوز ملايين ومليون 300 كل شيء غالي، كل شيء غالي. توا بقدرة ربي هو السيد هذا سي قيس سعيد، فهمني. بقدرة ربي لازم باش يرقلها، لازم باش يرقلها، خاطر احنا عندنا شوف تابت السوسة برشا وتلة، وعندك السواحلية راهو باهين. السواحلية هي راهو نقول لك كل صراحة، أنا تونسي، أنا مولود في الحلفوين، ولد باب سويقة وكيفاش يقولوها، والعواج ميتيقة، فهمني. السواحلية السياسة ليهم، ولد توانسة صدقني، لكن جاء ربي بعث لهم واحد اللي باش يرجع البلاد، ان شاء الله يا ربي، ان شاء الله يا ربي سي قيس سعيد هذا يرجعها زاد كم الفو. يعني هو منقذ تونس، نحكي بعد الثوره. اي نعم، يا ولدي منقذ رجولي يا رجل، يمشي يسول وجول. اما العباد الله غالب، العباد لا هذا خايب. شكون باش تحطوا سيدي؟ شكون الرئيس اللي باش يشفي بقعته؟ مستحيل. كانش يجينا واحد من برا، فهمني. اما هنا مستحيل.